السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي. نتكلم في الأقوى تشكيلة للمنتخب المغربي مركز خط وسط الميدان أمام منتخب إفريقيا الوسطى. لقاء كبير ولقاء صعب جدا للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب إفريقيا الوسطى، من اللقاءات الصعبة للمنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى. لقاء اللي غيتقام في أكتوبر بمناسبة تصفية كأس إفريقيا اللي احنا أصلا مأهلين له بطبيعة الحال. لقاء اللي هو قوي صراحة للمنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى. نتعرف على أقوى تشكيلة في مركز خط وسط الميدان. بدأ بأسامة الترغالي لاعب نادي لوهابر الفرنسي اللي هو من العناصر الجيدة اللي ممكن يكون داخل المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو عند لاعب رقم جوج بعد لاعب أسامة الترغالي عز الدين أناحي لاعب كذلك أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ولكن سمعت أنه ممكن يكون مشان فريق ريال بيتيز الإسباني، وغنتأكدو من هذا الخبر بطبيعة الحال. ماشي مشكلة كبيرة، غنتأكدو من هذا الخبر بطبيعة الحال. غنمشيو الآن للاعب الثالث هو إبراهيم دياز لاعب نادي الريال مدريد اللي من العناصر المهمة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. إبراهيم دياز كيبقى عنصر جيد صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي كان، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء وإلى فيديو آخر.